عودة مايا لمقر الزعيم كان عليها تستعد للتحدي الفردي، لكن ما رح تكون لوحدها، فإلى جانبها زميلة السابق نبي عواضة، لكن هالمرة بصفة استشارية. بلشت مرحلة جديدة من هيدا البرنامج، هي مرحلة التحدي الفردي. برأيي يمكن هيدي أحلى جزء من كل البرنامج، لأنه شخصياً أنا كتير بحب أتحدى نفسي. بيوم التحدي الأول رافقت مايا زملائها وشاركت بالاجتماع الموسع مع النائبين غسان مخيبر ومحمد إباني. خلال الاجتماع شدد النائب مخيبر والنائب إباني على الفساد والطائفية كونهم من العوامل الأكثر تأثيراً على تطبيق أي قانون بينطرح أو يقر. بعد الاجتماع العام لقاء منفرد بين مايا والنائب مخيبر، عرضت بخلاله لسعادة النائب شو عندها أفكار وعلى شو حابة تشتغل. قررت اعتمد قانون 220 على 2000 مختص بحقوق الأشخاص المعوقين. قررت تركز على القسم الرابع منه المتعلق بحق الشخص المعوق بالتوظيف، بالأخص المتين 73 و74 المتعلقة بتخصيص وظائف بالقطاع العام والقطاع الخاص للأشخاص المعوقين بنسبة 3% من العدد الإجمالي للموظفين. عشية أجريت أبحاث وقريت كتير مقالات عن موضوع حقوق الأشخاص المعوقين بالعمل، حتى أنه حضرت أفلام وثائقية عن هالموضوع. بلورت الفكرة براسي وصارت الصورة أوضح، وباليوم التالي رح بلش أتحرك على الأرض. يوم التحدي الثاني خصصته مايا لأولى الخطوات الميدانية. فجأت على مركز اتحاد المقاعدين اللبنانيين وهنيك قابلت استاذ جهاد اسماعيل. ليه ما عم يتطبق هالقانون؟ ما تطبق لغاية الآن لعدة أسباب، منها عدم وضع القانون بشكل عام على أولويات الحكومات المتعاقبة. اثنين، ما نعمل إلى هيدي المادة المراسيم التطبيقية بقلب القطاعات. اجتماعي مع استاذ جهاد كان كتير مفيد وكتير مثمر، ومن خلاله ضوالي على كتير نقاط ما كانت واضحة لإلي من خلال الأبحاث. واستكملت مايا مهمتها بالاتصال مع يمنى مراد مسؤولة الموارد البشرية بتلفزيون جديد للاطلاع على وضع الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المحطة. كتير مكفوفين بيجوا بيعملوا ستاج على السنتال، وتوجهت مايا برفقة اثنين من اتحاد المقاعدين اللبنانيين لزيارة تلفزيون جديد. استقبلتنا يمنى بابتسامة كتير عريضة، كانت كتير متعاونة وكتير محمسة للفكرة. نحن اتحاد المقاعدين اللبنانيين عنا مكتب توظيف لتوظيف الأشخاص المعوقين بشركات القطاع الخاص والعام، فقالونا أنه اليوم نيو تي في مهتمة أنه تطور هالخدمات وتصير شركة أو مؤسسة دامجة بكل المقاييس والمعايير. نحن اليوم المبنى يمكن غير مؤهل، بس انه نحن من هلا لسنة او سنة ونص حنكون عم ننقل على مبنى جديد، وعلى هيدا الاساس بركي بنتعامل سوا تنقدر من الاساس نكون عم نأهل المبنى لنستقبل عالم معوقين. بإطار التحدي الجديد زارت مايا احدى الشركات اللي عندها بين موظفيها عدد من المعوقين والمتميزين بعملهم. بعد ما وصلت على البيت اتصلت باستاذ مصطفى سعيد من منظمه العمل الدوليه، تناولت معه موضوع النقابات العمليه ودورها فيما يخص موضوع حقوق الاشخاص المعوقه بالتوظيف. قلت له كيف انا من خلال ابحاثي ودراستي وجدت انه النقابات العمليه ما لها هالدور اللي لازم تلعبه بهيدا النطاق. وافق معي وشدد على نفس الفكره، واللي هي غياب وتغييب لدور اللي فيها تلعب الاجسام النقابيه فيما يخص حقوق الاشخاص المعوقه بالتوظيف. بعد الاتصال استقبلت مايا بمقر الزعيم صديقه ناصر بلوط، وهو من ابرز الناشطين للدفاع عن حقوق المعوقين، وتناقشوا بقانون 220 على 2000. كنت جايب معي الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص المعوقين، وجايب معي ما يتعلق ببنود العمل، حق العمل للاشخاص المعوقين بالقانون 220. خليني اشوف القانون 220 على 2000 من منظور تاني. دول حتى لو هالمراسيم التطبيقية أصدرت هيدا مش هتحل المشكلة. ايه مثل ما لأنه هيدا شيء ما بيعني القانون رح يحترم. بعد ما اتفقنا على تحديد المشاكل والعراقيل اللي عم توقف بوجه حقوق الأشخاص المعوقين بالعمل، انتقلنا لمرحلة طرح الحلول اللي أنا قدرت أطلع فيها من خلال أبحاثي اتصالاتي مع الأشخاص المعنيين بالموضوع. اللي عجبني بمايا أن الشخص مندفع، شخص حابب يغير، عم تقدر تطلع الحلول المناسبة للمشكلة. يوم كان نهار مثمر بامتياز،
كل الابحاث اللي عملتها والمقابلات اللي اجريتها ونهضوا لي الطريق لاطرح طرح جدا مفصل ومدروس للقانون اللي عم بتناوله لهيدا الاسبوع، وبالاخص اني طلعت بحلول انا جدا فخوره فيها. بثالث ايام التحدي توجهت مايا لمقابله النائب غسان مخيبر. التقت بناصر وترافقوا سوا على الاجتماع. قررت اخذ معي ناصر على الاجتماع لانه بعتقد باي قضيه انا بتناولها بحب دائما يكون الشخص المعني مباشره بالقضيه موجود تيقدر هو يحكي عن قضيته، وبعتقد انه هو رح يمثلها افضل مني ب 100 مره. انا كثير محمس على القانون 22، بتعرفي ليه؟ لانه قبل ما كنت نايب كنت محامي وكلفوني بصياغته فانا كتبته. انت بتعتقد انه بلبنان يلي هو تركيبه النظام هيك هالفساد هالهذا، هل بتكفي انه بس يكون عندنا مراسيل تطبيقيه؟ نص المشوار هو القانون، نص المشوار الثاني هو التنفيذ. من الحلول المبتكره اللي اقترحتها على النائب غسان مخيبر هو العمل على تفعيل الدور النقابي من خلال قيام الجسم النقابي بلعب دور صله الوصل بين مراكز التوظيف المختصه والهيئه الوطنيه للاستخدام من جهه وارباب العمل من جهه ثانيه، بالاضافه الى صياغه ميثاق شرف بيتعهد فيه كل من بيوقعه من الكتل السياسيه الكبرى بالبلد بتبني ترشيح شخص معوق ضمن اللائحه الانتخابيه اللي بتمثلهم. كمان في حل بقترح فيه تقديم مشروع طاوله مستديره بتفتح المجال للحوار بين كل الجهات المعنيه بالاشخاص المعوقين وحقوقهم. اخر حل اقترحته على النائب مخيبر كان صياغه وتقديم رساله موجهه لرئيس الحكومه تمام سلام بطالب فيها الحكومه الانتقاليه بوضع الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص المعوقين بالبيان الوزاري، بيكون هيك عم طبق فيها ثلاث ارباع من المهام المطلوبه مني بهالاسبوع. لما رجعت على بيت الزعيم اتصلت بنبيه وحطيته بالصورة، واتفقنا أنا ونبيه نجتمع بالأيام المقبلة تنشتغل على صياغة نص الرسالة اللي بدنا نوجهها لرئيس الحكومة تمام سلام، واللي فيها منطالب الحكومة بوضع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين ضمن البيان الوزاري للحكومة المقبلة. يعطيك ألف عافية، باي. وهيك قدرت من خلال هيدا التحدي اني اتناول اولا قضية بتعني لي شخصيا كتير، بنفس الوقت شدد على رمزية القانون 220 على 2000 والاتفاقية، لانه الشخص المعوق هو مثله مثل غيره ولازم يعامل على هيدا الاساس بوجود القانون او بغيره.